عليكم. اليوم راح اعمل وصفه كثير طيبه وكثير زاكيه. راح اعمل دجاج بالليمون، والثاني راح تكون سبايسي مع الليمون. راح احتاج هنا عصرت هنا اربع ليمونات، هنا قطعت البصل راح استخدمه مع شغله ثانيه مع الرز. عندي هنا اشتري الليمون، عندي هنا تومي مقطعه وجاهزه، عندي هنا بصل شرايح راح استخدم الدجاج. هذا نصه راح استخدمه للدجاج ونصه راح استخدمه مع الرز والبصل. انا عم بستخدم البهارات هاي كتير طيبة وكتير بتعجبني، اللي هي بارو تشيكن برياني، بحب اخلطهم مع بعض بتطلع فانتاز كتير زابطة. انا هون عم بستخدم الملح والبهار، بتستخدموا اي ملح بدكم اياه، بس انا هون عم بستخدم هذا النوعية. وراح استخدم زيت زيتون كمان، وعندي دجاج هون مقطع هذا، بس تستخدموا اي دجاج كامله دجاج فخذاتها على راحتكم. وراح ابتدي ابلش اتبلهم. لكم اني انا نسيت احط معها لبن، هي الوصفه هاي بنحط معها لبن. كثير حابه اجربها وان شاء الله تطلع طيبه وزاكيه، بس حطيت معها لبن وحبيت احكي لكم. وانا هلا راح اضيف الدجاج، ريحته كثير بتشهي وكثير فايحه ما شاء الله. راح احطها بالفرن على 375 مع بقيه الدجاج اللي حطيت مع البطاطا والليمون. تطب الدجاج مع الليمون، وهي الحراقة مع الليمون اللي شفتوا كيف خلطتها. راح احطها هلا بالفرن عبين ما تستوي، تقريبا بدها 40 ثانية بالفرن ان شاء الله.